أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة الحوار الوطني بكل تجرد وحياديه تامه وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال افطار الاسره المصريه بتنسيق مع كافه التيارات السياسيه الحزبيه والشبابيه لاداره حوار وطني حول اولويات العمل الوطني خلال المرحله الراهنه اوضحت الاكاديميه انها ستقوم باعتماد مبدا توسيع قاعده المشاركه في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي. كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع.